عليكم كديرين لاباس وتم شويه كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده المهم اللي كيدخل عندنا اول مره انا والسيمو ما نساوش السيمو راه خمس كي راه هو اللي كيدير كل شيء صراحه نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير وما تنساوش انكم تدعمونا وتشجعونا وتبارطاجيو لاشين ديالنا هادشي اللي عجبكم المحتوى المهم اليوم جيت صراحة بما اننا حنا في واحد الفتره ديال تغيير هذا الجو هذا والبرد وهذا وبزاف ديال الناس برادين مرادين بالمنزله وهذا بحالي شوفوا انايا راه ما ملفاش كنتخنش ودايره كنبقى نلبس مزيان وكنلبس ضروري البينوار باش ما نرجعش عاوتاني كيف ما من قبل سيمو باقي الموس كيف ما من قبل ياكو يلا وانا تيقولي متى نقول لسي محمد باقا هذيك الحاجه تيقولي واه العمالي ما تيشوفش لا نقول المهم غادي نشارك معاكم دابا واحد السيرو صراحه اللي هو زوين ما نكرز تكون عندكم حتى الكاليبتوس وتزيدوا على هاد المكونات هذا غادي ندير واحد الحامضه المهم نتوما شحال ما بغيتي ديرو انا صراحه ما عنديش فاش غنعصرها غادي نعصرها غير بهذه الطريقه اللي جابت ليا غادي نصايبو قدامكم هادشي زوينه هاد الطريقه هادي وزوينه الكحبه الكل شيء زوينه شو انا راه ما نعاودش لكم دوزات عليا هاد المنزله المهم راني كنعصر غير بلي زوين كنعصر غير بيدي صافي غادي نحيد هذيك الزريعه ديال الحامض صافي وغادي ناخذ سنيده البنات ولا الدراري المهم هذه موجهه لكلشي ماشي وصفه ديال النساء هذه موجهه لكلشي كاع الناس اللي معاك غادي ندير معايا القم ديال السنيده باش نهرسوا ديك الحموضه ديال الحامض نتوما عارفين السيروات ديال الكحبه دائما كيكونوا حلوين صافي وغادي نديرها فوق البوطه وغادي نخلي حتى نبقى نحركو حتى كتذوب لينا ديك السنيده مع هذاك الحامض صافي غادي دابا غنوريكم الاكله ولا اللي تعجبهم البيض المقلي وهذا هذه الطريقه غادي نحتاج البصله دابا غادي نقيها نتوما عارفين البصله والثومه وداك الشيء نقيها ونغسلها نرجع معاكم نحطو مع الحامض قليل نحطو بينا معاها صافي غادي نحاول نبقى نحرك هذاك السيرو ديالنا بما انني بغيت نستغل الفرصه تنشم تنشوف راسي واش رجع لي شويه الشم المهم يلا بعدا شويه بديت كنشم ديك شويه البصله بعدا يعني الروايح اللي مجهدين راه كنشمهم صافي غادي نقي واحد الثومه عندنا كارمه تقال على عام جدي ولي ولي هذه ما فيهاش المهم ندير هاد شويه هاد الرويس هذا صافي وغادي نغسلهم شوفوا ها نتوما صافي دابا هذا راه داب لينا هاد السيرو ها نتوما راه داب شفتوا كيجي على هاد الطريقه هادي كي غادي نخليوه حتى يبرد كي غادي نوريو نهبط الكامل ها نتوما كيف ما كتشوفوا شفتوا داب ديك السنيده غادي نخليه دابا تيبرد صافي وغادي تشربوا معاه شقه المهم اللي بغى يدير منه بزاف غيبقى يدير وحده في الصباح وحده في الغداء وحده في الليل انا دابا مع درت دابا مع هذا الليل هذا غادي نشرب انا واخوتي مع كلشي راه حنا كنكحبوا بما انني ساليت معاكم السيروم دابا غسلت ديك البصيله اللي نقيت غادي نشلدها رقيوقه من الاحسن نتوما الا بغيتوا تحكوها حكوها صافي وغادي نبقى نشلدها رقيقه على هذا الشكل هذا حتى نسالي البصله ديالي وغادي نرجع معاكم صافي المهم البنات من بعد ما نقيت هذيك البصيله شللت واحد شويه الثومه غادي ندير واحد شويه ديال الزيت باش تقبل ليا ديك البصله غادي نزيدو
شويه ديال الملحه اشوف البنات الدراري. وهذا انا ما عنديش مع البيض ولكن راه هو مزيان مزيان في هذه القيصه بهذه الطريقه هذه. حتى اللي ما عندوش يعني ما يقدرش يديرها يدير بالبيض بالبيض مسلوق. انا راه غنقوي سكين جبير لانه هو المهم في هذه الوصفه هذه. صافي على هذا الشكل هذا حيت غادي ندير غير بيضه ما غنديرش بزاف. يعني كو كانت عندي كميه كثر غادي نزيدو سكين جبير اللي هو الاهم. وبالنسبه للبنات الا بغيتو تزيدوا الكمون انا صراحه ما نقدرش نصبر على الكمون. المهم البنات من بعد ما الدراري تنسى البنات الدراري من بعد ما قديت ديك اللعيه ديالنا نجيب البوطه وي تعكست جبت نتل قدام الكاميرا وتعكست بكارت كانت حبي. صافي غادي نشدو هادو غادي نحاول انني نخلي هذيك البصله هادشي كله خاصنا ما نطيبوش مزيان ناكلوه هكا زعما ما يطيبش مزيان ناكلوه على تسك. عرفتوا البنات وحق الله الدراري ولا البنات مو موجه الميساج لكل شي تنسى والله يتداز عليا بالمزيان. وهادشي هو اللي تينفع صراحه هادشي الطبيعي والله حتى تينفع. بالنسبه للدواء عرفتوا انا قيد لي الطبيب واحد الورقه قد قداش صراحه شريت خديت غير هاد السير وهذا كما وريتكم وخديت فيتامين سي ودوليبران وهذا والمغنيسيوم. عرفتوا المغنيسيوم انه انا بعدا مهم ليا راكم عارفين. صافي كنبقاو نحركو واحد شويه باش ما تحرقش ليا ديك البصله تحرقش لينا يعني تبقى خضره باش نستافدو منها. صافي بالنسبه للبنات الا بغيتو ديروا الكمون كيف ما قلت لكم هذا تزيدوه الله يسهل. هذه راه وصفه واعره. صافي هي بدات كتلصق شويه البصله بدات كتلصق غادي نحيدها غادي نزيدو المكون الاساسي معرفتش كيفاش غندير له هو غنجيبه قدامكم شوفوا المعاناه معاناه هي المعاناه. غادي ندير ليها صافي غنعاود نهز لانه ميمكنش غندور كلي الطبله وهذا صافي وغادي نطيبها وغادي نرجع معاكم. المهم ها نتوما هي حبه دقله بغيتو ما تخليوش طيب مزيان. انا الصراحه راه طيبتو مزيان ما كنتش بغيت نطيبو بهذه الطريقه هذه كنت بغيت نخليه شويه خضر لان نتوما عارفين البيض خاصو ما يطيبش مزيان ديال كان مقلي. هاد الوصفه هادي راه رائعه 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 شو على ريحه عندها الحاجه اللي هي واعره. نتمنى يا ربي تعجبكم هاد الفيديو هذا. وبالنسبه اللي تياكل كمون فهاد الوقيته هادي زعما فهاد اللحظه هادي زيد الكمون من الفوق راه مزيان حتى هوايا. المهم نتمنى يا ربي يعجبكم هاد لا فيديو هذا وصراحه الله يشافي الله يشافي جميع المرضى والله. انا راه كما قلت لكم هاد المنزله صراحه جاتني اللي هي صعيبه شدات فيا تقريبا شي راه 25 يوم يعني هاد 3 ايام هادي ولا 4 ايام عاد وليت بعدا شويه ولكن ما عرفتش رجعتي سيلني فيما ما فهمتش انا ما فهمتش تنتهنى من حاجه تجي حاجه الصراحه. شو بداتني بالراس ضرباتني التنفس جاني انا التنفس راه التنفس بالزربه بصعوبه باش كنتنفس جاتني في التنفس صراحه داز عليا ولكن الحمد لله. نتمنى يا ربي حتى هي تكون من مغفره الذنوب ان شاء الله. وحاولت انني نشارك معكم هاد الوصفات اللي هما طبيعيين زعما موجودين في اي بيت شي حاجه اللي هي تقدر متوفره عند كل شيء يعني فهمتوا وشي حاجه اللي هي طبيعيه وما غاديش تخافوا منه. ونتمنى يا ربي يعجبكم هاد لا فيديو وما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالي مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم ونخليكم في امان الله.